وسط مشاعر الفرحة والبهجة شدت العشرات من الأسر النازحة إلى كركوك رحالها للعودة إلى منازلهم في مدينة تكريت وأطرافها بعد مرور أكثر من عام على نزوحهم القسري. فرحتنا ما تنوصف، يعني صحيح احنا ظلينا هنا والوضع هنا زين ومطمئنين، بس يعني الظل لازم رجعتنا هناك. وأتمنى كل الجيارين ترجع، وكل الناس الهاجرت التركية والألمانية إن شاء الله يرجعون ويعودون، وقولهم ارجعوا تكريت عامرة بهلها طيبين. فرحة النازحين بانتهاء حالة التشرد رافقتها دعوات بضرورة تكاتف أبناء المحافظة لإعادة بناء مدينتهم والحفاظ عليها من اختراقات التنظيمات الإرهابية. أننا عائدون ومصرين على العودة لغرض المساهمة في بنائها، وبالتالي المساهمة في الحفاظ على أمن مدينتنا بالتعاون مع الجيش والشرطة والحشد. أكيد يعني احنا مستعدين نبذل الجهود والتعاون مع الأجهزة الأمنية لتكون هناك مناطقنا أفضل وأحسن. تعداد 100% للتعاون مع الجهات الأمنية إن شاء الله، وإحنا متعاونين وياها قديما صراحة، ونسأل الله إن شاء الله الثبات إن شاء الله، ونسأل الله إن شاء الله العودة وإن شاء الله الأمن والأمان. دائرة الهجرة والمهجرين من جهتها أشارت إلى وجود تنسيق عال بين إدارتي كركوك وصلاح الدين لعودة العوائل النازحة تدريجيا وسط إجراءات أمنية مشددة. نحن مستمرون في إعادة هذه العوائل إلى مناطقها المحررة، والعودة هو الحل الوحيد والجذري للعائلة النازحة لحل جميع مشاكلها والاندماج بالمجتمع وإعادتها إلى طبيعتها الحال ما كان عليه. حمزة السعداوي، قناة المدى، كركوك.